امشي اليوم ناخذكم بالتلفريك. ليش انقلبانه؟ اجينا هسه للتلفريك حتى نصعد القمه الجبل، بس قبلها يومي احنا ما نتريق نطلع متاخرين، خلينا نجي لستاربكس وناكل لنا شيء خفيف على قولة عمار قبل لا نصعد. زين هاي عبالنا عصير هيك مي وبي غاز وبي طعم. اسوأ عصير شربته من الحين حتى لان انا نص مالته مو طيب. خلينا نشوف عامر شو منزل. يعني صاجيه شنو انت؟ دجاج. اها دجاج. اوه عاشت ايدك، حمولنا اياها بالمايكرويف. شرفكم. وهذا ستاربكس الخابصين ابي؟ ايه. بشو ماكو طيب؟ يعني مختصاص قهوه، حتى لهم وهاي القواطي ما طيبات ابد. اول شيء بطاقه. المشكله جاي قبلنا وما يعرف حد عربي يحكي. ايش هاي؟ طف التصوير عشان اعرف اتفاهم معه. بابا لورنس اليوم شنو اليوم ريقتنا؟ واليوم راح تدفع لنا التيكت. سعر النفر الواحد روحه ورجعه تقريبا 8 الى 9 دولار. راح نصعد. اليوم حظنا اخضر. يا بابا شنو الانطلاق؟ والله العظيم لو معود لورنس سريع. هذا سريع تقول قاذفه هذيك الالعاب فوق الجبل. قبل شهرين من نشروها على الاخبار. أيوة. انه سقوط احد الكرفانات خاصه احد تريكس. اكثر شخص يخاف من التلفريك. والله تفاعل يقول لك انا ارجل واحد. لا تطيح لا تطيح لا تطيح. انت ما تخاف. لا 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 لا. عامر 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 عامر. ايوه عادي انت شوف الزلم جوا. من راح تقدر تشوف كل مدينه الماتي من هذا التلفريك. هسه تقريبا راح نوصل واكو فوق قدامنا مدينه العاب واكو واحد ختم القران. ما شاء الله. وصلنا هسه للنهايه. لاقينا جماعتنا، شلونكم؟ اشتاقين لكم، شنو سويتوا؟ قولوا لنا. والله هيك جوله بالتلفريك. هذا هنا عندهم البيت المقلوب. راح تدخل للبيت وراح تشوف كل شيء بالعكس وتمشي بيه. هسه هذا السقف وذاك اساس البيت، شوف حتى السياره مقلوبه. هنا عندهم مجموعه العاب اللي لازم تضربها بالنص او لازم تخلي الكرات بنص ذيك الطاسه. تطق اكبر عدد من النفاخ ويعطوك مجموعة من الهدايا. وشوفوا هنا شنو لقينا. أكثر لعبة أحبها قلب الأسد الشنقل باني. أكيد أكيد اللي رايح الكردستان ضروري ولازم نجرب الشنقل باني. قلب الأسد نجربها؟ إيه. يلا شوفكم هنا الفيو على مدينة ألماتي. وين حمود؟ هاي دا أحكي لك على أيام البطحة والتفحيط وهاي السوالف. الله عليك. جيت تشتغل؟ شلون؟ بس منظر. لا تفتر. هلا قاعد. يلا باعتبار انا فرت. جبنا التكتات. هسه راح نصعد. ثانكيو. خويه. ها قلب. ما راح ادوس بريك. وصلت سيارتي. يا يابا. ما عندنا بريك اصلا. لا تدوس بريك ابد لا تدوس بريك. دعونا. وهسه نبدا الانطلاق. بالشنقلبانة الكازاخية. اوه خرافية. هاي تلتقط لك صورة هنا أنا خالين كاميرا. إذا عجبتك بالنزلة تقدر تشتريها للصورة. بس سريعة كلش سريعة. وأنت تتحكم منها بالبريك. إذا تريد توقفها تشيل إيدك. تقدمها تتحرك. إجتنا إشارة لين وقفنا قالوا جو. سريعة كلش سريعة. اوه هاي المنطقة تخوف. شنو هذا شنو هذا شنو هذا شنو هذا. وصلنا للنهاية. هسه هي تحرك من احدها كلش حلوة. اللي مجرب الشنقلبانة كردستان راح يشوف هاي اكثر متعة واسرع بعد. وصلنا للنهاية. من كنا صغار اذا عجبتنا لعبة نقول نجدد. بس صدق ما الواحد يجدد. حدث الغير متوقع. وقوع وقوع طاقية لورنس من القوة من القوة.